استقبلك سيف توا، وما زال كنت تعتوه كيفاش بالضبط؟ والله مازلت توا على ذمة نادي المقاولين، مازال عندي 2 سنين، وإن شاء الله بقدرة ربي فما كان الخير بقدرة ربي. عندك مازال عندك عامين في عقدك. أي فبداو فما العروض، خاصة انك كما كنا نحكيو قبيلك تألقت السناب بصفة خاصة. والله صحيح، ان شاء الله حبيت الشامبيونات تكمل، ان شاء الله نشوفوا توا شنو باش يقرروا، اسكو باش تكمل ولا، والعروض فما معناها ونستناو باش ندرسوها وباش نحكي فيها. منين فما مثلا؟ والله بور لو مومون معناها خليها كيكا حتى لين ربي سهل فيها. تيجي قرب لنا شوية على الأقل، من مصر، من الخليج، من تونس، قرب لنا شوية البلدان على الأقل. ماني قلت لك والله خليها هيك إن شاء الله ربي سهل فيها إن شاء الله. على الأقل أنت تخمم في الخروج، تخمم في باش تكمل والله توجهاتك شنو؟ مش نقول لك معناها كي تبدأ حاجة معناها باش نستفاد أنا باش نستفاد الكلوب نتاعي، علاش ليه؟ أهلي زمالك فما حاجة هكا ولا؟ أنا ما كلمونيش الحقيقة. ممكن الكلوب فما كونتاكت مع الكلوب، اي اما انا ما الحقيقه مازالو ما كلمونيش. جمعيات كبيره في تونس؟ لا. في وقت من الاوقات غادي يكلموك ليتوال؟ اي عمناو هذا. اي شنو صار؟ علاش ما مشيتش؟ ما كملتش الامور، ما كملتش. اي علاش؟ ما نعرفش، وقفت النيغوسياسيون. ما تفهمتوش فلوس شنو؟ لا لا لا، وقفت. كلموك وبعد وقف؟ فهمت. بعد وقف الدنيا. اكثر سؤال قاعد يتعاود، الكلوب تخمم ترجع للكلوب؟ نخمم نرجع للكلوب، علاش ليه؟ الكلوب جامعتي وتو الكلوب مستحقه اولادها، علاش ليه؟ معناها جامعتي وكان ما نقفش معاها حتى وقت، رغم عطاتني برشا وهي اللي طلعتني وكل شيء. رغم الظلم اللي كنت تحكي عليه قبل، وانك كنت تستحق تلعب وما لعبتش، ما زلت ديما تحب تلعب في الكلوب؟ اي بالطبيعه، شكون ما يحبش يلعب في الكلوب؟ ما تخافش يتعاود ونفس الحكايه هذوكم؟ لا ما خافش. اليوم تشوف عندك بلاصه في الكلوب؟ والله مش انا نحكي على الحكايات. اي انت شنو رايك؟ تنجم تعاون؟ نعاون جمعيتي، يعني قلت لك نعاونها باللي نقدر. صار كونتاكت بعد ما خرجت ولا لا؟ الحقيقه وقت اللي خرجت من طنطا صار كونتاكت، من بعدك هاو. شكون اللي كلمك؟ وقتها تحكي لنا انا وسعبد سلام. اي علاش ما تمتش الحكايه؟ وقت الانترنور ما قال لي انا كنت نجيبك ودرشني، اما راني تو انا مانيش انا اللي ناخذ ديسيزيون، راه الانترنور وقت ريقه كان هذاك هو محيدوسي. ما حبش عليك، فهمت. عندك مشكله معاه ولا؟ ما عنديش مشكله مع حد والله، ما عندي مشكله مع حد. ما تجوز ما حبش عليك وكهو. مش ما حبش عليا، ما قال لي انا مانيش انا اللي ناخذ ديسيزيون، مش انا اللي نجيب جوارات. بعد ما كلمني هذا عبد السلام وسوفيا الحجوسي كان هنا بحذية في حصة من الحصص، وقال مش انا نجيب جوارات، قال جيب كان دراجي يعني. معلش والله هكا، والله هكا بفمه قال. باهي سيف، التوينس معناتها انت في تونس قابل تلعب في اي جمعية، ما عندكش مشكلة الاسبيرونس ليتوال، ما عندكش مشكلة شنو هكا؟ طب والله شو نقول لك، ما نجمش نجاوب. جوكير نعطيو تعداو سؤال.